بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حدثنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله تحت العنوان Generic Hired Classes. هنتكلم عن كلاسين جمال جدا، حتى الأمثلة بتاعتهم إحنا أخذناها بكبي وحطناها جوا التكست إديتور بتاعنا. بصوا المثال يا جماعة، واخد كلاس اسمه هايد والكلاس الثاني اسمه Invisible، الاثنين دول اسمهم Generic Hired Classes. تمام، الكلاس الأولاني يا جماعة ديت الكومبيتابيليتي بتاعته في السي اس اس ديسبلاي نان. تمام، اللي كلاس بتاع انفيزابل ده يا جماعه الكومبيتابيليتي بتاعه او الموافق بتاعه في سي اس اس فيزابيليتي هيدن. وتقريبا الناس على ما اظن عارف الفرق ما بين ديسبلاي نان وفيزابيليتي هيدن. اتكلمنا عن الفرق في كورس السي اس اس يا جماعه، حاولوا تراجعوا الفرق ده. انا عشان اثبت للناس القصه دي انا حفظت الملف ده، فبالتالي انا مش هلاقي اي حاجه بتبقى ظاهره معايا شور طبعا يعني. بس لو انا عملت انسبكت للاليمنت كده يا جماعه ورحت للبادي، وفين الكلاس بتاعي؟ الكلاس بتاع هايد. الكلاس بتاع هايد يا جماعه في الستايلز بتاعي ديسبلاي نان، واخد الامبورتنت، شايفين واخد الامبورتنت علشان يبقى الهاي بروريتي بتاعه يا جماعه ده ديسبلاي نون. لكن لو جينا للكلاس بتاع حتى بصوا مش بيشاور عليك انه مش موجود، ديت قوه الديسبلاي نون. يعني هو اساسا مش واخد مكانه في الفريم في الورك اسم في الاوفر فلو يا جماعه، كانه مش موجود اساسا يعني. انما الثاني بصوا هو مش ظاهر، بس اوريدي على الناحيه الشمال لو انا سبته كده يا جماعه بصوا حاطط لي بي دوت انفيزبل ودي المساحه وكده يعني. ده يا جماعه واخد الفيزابيليتي هيدن، لكن هو واخد مساحه من الورك فلو، فاهمني؟ لكن مش ظاهر، هو واخد مساحه من الورك فلو لكن مش ظاهر. ده الفرق ما بين الاثنين دولت، والاثنين بيعكسوا لي القضيه بتاعت الفرق ما بين ديسبلاي بلوك او ديسبلاي من ديسبلاي نان وفيزابيليتي هيدن. يا شباب دولت الجينيريك هايد كلاسز لو انت احتجت تخفي حاجه من الورك فلو بتاعك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.